بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا سنة تانية. معاكم مسز مروة. هناخد النهاردة كونكت يونت 2. تمام، هناخد بقى الساعة. اول سؤال عندي في الانسر يا ولاد، what time is it؟ what time طبعا بسأل بيها على الساعة. what time بسأل بيها على الساعة. الساعة كام؟ الساعة 3 بالظبط. العقرب الكبير على 12 والعقرب الصغير على 3، يبقى هقول له هشطب على what وtime والquestion mark واعمل كروس واكتب من اول السطر it's 3 o'clock. it's 3 o'clock، الساعة 3 بالظبط. تاني سؤال، what time is it؟ الساعة كام؟ بشطب على what وtime وquestion mark برضو واعمل كروس واكتب من اول السطر it's، هي الساعة كام؟ برافو عليك، وسبعة بالظبط، يبقى 7 o'clock. 7 o'clock. نمبر 3، what time is it؟ الساعة كام؟ نفس القصة، هقول له it's الساعة 2:30. نص بقى دي يعني ايه؟ يعني 30. نص يعني ايه 30؟ يبقى هقول له it's 2:30. it's 2:30. عندي نمبر 4، what time is it؟ الساعة كام؟ الساعة 9:30. تمام، يبقى it's 9:30. it's 9:30. طبعا كلمة 30 وكلمة o'clock بكتبهم في الآخر، 30 و-o'clock بكتبهم في الآخر عشان لو جات لي على هي 3 and range نبقى عارفين ان كلمة 30 و-o'clock بكتبها في الآخر. تعال نشوف السؤال اللي بعد الانسر. عندي سؤال ايه؟ عندي سؤال re-arrange اهو، يعني رتب. تمام، الكلمة اللي تحتيها underline هشدها واكتبها الاول. اول واحده is what time و eat. what time تحتيها الخط يبقى اكتبها الاول what time، عشان ده سؤال برافو، يبقى is الاول بعدين eat. what time is it، وما ننساش علامه الاستفهام question mark. number 2، الخط محطوط تحت eat، اكتبها في الاول it is. it is a 9 o'clock، الساعه 9 بالظبط. it's 9 o'clock، وما ننساش النقطه اللي في الاخر اللي هي اسمها full stop. it's 9 o'clock. نشوف نمبر 3، هو برضو السؤال بتاع نمبر 1، what time is it مكتوبة، هكتبها له تاني what time is it والquestion mark طبعا تتحط. نمبر 4، الخط محطوط تحت كلمة it's اللي هي اختصار ل it زائد كلمة is، هو مختصرها عملها لي it's، يبقى هكتب له it's. it's كام؟ 2:30. مش احنا قلنا قبل كده من شوية في سؤال الانسر قلنا 30 وأكلوك بحطها في الاخر، اهي 30 جات ليها في الاخر، يبقى it's 2:30. it's 2:30 والفول ستوب بتتحط. سؤال نمبر 5، الخط محطوط تحت it، هكتبها في الاول، يبقى it is 7 o'clock. it's 7 o'clock، الساعة 7 بالظبط، والفول ستوب طبعا ايه يا ولاد ما نسهاش، وقلنا 30 وأكلوك بكتبها في الآخر، أنا بعيدة هو 60 مرة، 30 وأكلوك في الآخر. شوف السؤال اللي بعده، punctuate كبر الحروف. أول حرف طبعا يا ولاد لازم أخليه كابيتال، اللي هو حرف الدبليو بتاع وات كبرته كابيتال، 7 و7. تمام، طيب ما فيهاش حاجة هنزلها، إذ ما فيهاش حاجة، إيت ما فيهاش حاجة. طيب أسأل نفسي دي جملة ولا سؤال؟ لا ده سؤال بيسألني بيقول لي ما الوقت، يبقى في الآخر أحط علامة الاستفهام الكويستشن مارك. نمبر 2، إتس 2:30، الساعة 2:30، حرف الاي بتاع الايد كابيتال اهو، برافو عليكم، واللي اذا ما فيهاش حاجه تنزل ولا تو ولا سيرتي ما فهمش اي حاجه في الاخر فول ستوب بعديها. اي كان بلاي ويز كلاي، انا استطيع اللعب بالصلصال. اي كان بلاي ويز كلاي، الاي كابيتال وفي الاخر الفول ستوب. مارس از ريد، كوكب المريخ لونه احمر، يبقى الكواكب احنا متفقين اول حرف فيها كابيتال، كبرت الام بتاع مارس وفي الاخر الفول ستوب. اخر سؤال عندي في البنكتويت، these are the planets. these are the planets. these are the planets. هكبر التي بتاعة these وار ما فيهاش حاجة تنزل، وذا ما فيهاش حاجة، planets الكواكب، في الاخر بحط full stop. في الاخر full stop. match هوصل الكلمة بالصورة. عندي الكلمات planet كوكب، drink فعل يشرب، clock اللي هي ساعة الحيطة، و 30 ايه معناها 30. طيب بلانيت هوصلها بالكوكب، بعد كده درينك الولد اللي بيشرب الجوس، بعد كده كلوك هي ساعة الحائط هوصلها، وبعد كده آخر حاجة رقم 30 اللي هو 30 هوصله. وياريت بقى في الامتحان نوصل ونكتب الكلمة برضو تاني، نكتبها عند الصورة، نكتب الكلمة تانية سنة تانية زي ما احنا معودينكو عند الصورة. تمام الماتش كده. شوف السؤال اللي بعديه اللي هو circle the word. شوف الرسمة، أول رسمة ده إيه؟ ولد نايم. تمام، sleep ولا drink؟
سمع حد بيقول سليب، برافو، ينام يعني سليب. نعمل سيركل على كلمة سليب. درينك طبعا يعني يشرب، مش هعمل عليها حاجة. الصورة اللي جنبها الكوكب اهو، البلانيت ده لونه ايه؟ لونه ريد. طيب ايه هو الكوكب اللي لونه احمر؟ مارس. برافو، نعمل سيركل على مارس. بعد كده الولد والبنت بيلعبوا، وهقول بلاي ولا بليز؟ شطار، برافو علينا. هنعمل سيركل على كلمة بلاي يعني يلعب. تمام كده يا سنة تانية، باي باي، اشوفكم الفيديو الجديد.